بمدمرات وفرقاطات وغواصات، روسيا تعزز حضورها في شرق المتوسط، ساحة صراع موازية للحرب في أوكرانيا. وفقا لتصريحات لمراقبين عسكريين فرنسيين في اليونان، ضاعفت روسيا حضورها في المتوسط قبل بدء حرب أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي بنحو مرتين أو حتى 3 مرات في المنطقة بمختلف العتاد العسكري. إلا أن تلك العودة للقوة الروسية في شرق المتوسط كانت تدريجية وعبر نشرها سفنا في ميناء طرطوس السوري. وفقا لعسكريين فرنسيين، فإن الجديد في مخطط روسيا للزحف نحو الغرب هو بدءا من شمال كريت وكذلك غرب اليونان في شبه جزيرة بيلوبونسز وشمال بحر إيجا قرب البحر الأسود، حيث تتمركز السفن الروسية في تلك المواقع لرصد نشاط قوات الحلفاء. بحسب محللين عسكريين، فإن انتشار الأسطول الروسي في منطقة شرق البحر المتوسط يمكن استغلاله لإرسال تعزيزات بالعديد والعتاد إلى أوكرانيا وإطلاق صواريخ كروز من السفن لدعم العمليات البرية. يمكن للوجود العسكري الروسي المتزايد في شرق المتوسط أن يبقي الميزة الجوية والبحرية لتركيا تحت السيطرة، كما أنه يمنع الدول الأخرى من الوصول إلى موارد الطاقة الليبية، وعلى المدى الطويل فإنه يمكنها من التوسع على الجهة الجنوبية من منطقة حلف شمال الأطلسي. ومن منطلق أينما يوجد الأمريكيون يوجد كذلك الروس، يرى عسكريون فرنسيون هذه العبارة تتجسد في المتوسط. فرغم خفض القوات الأمريكية حضورها في البحر الأبيض المتوسط ل10 سنوات، إلا أنها عملت على تغيير تكتيكاتها. فالحرب الأوكرانية غيرت اللعبة، وبات الأمريكيون يجهزون لعودة كبيرة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة. بالأرقام تترجم تلك العودة بنحو 10 سفن أرسلتها واشنطن من المحيط الهندي لمراقبة منطقة البحر المتوسط، خاصة وأنه يمثل منطقة استراتيجية لأوروبا ودول ناتو، والتمركز فيها يعتبر وسيلة لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية الغربية. روان حمزة، العربية.